السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو سمير، إحنا بقينا في نص السمستر، الواحد يخلص الأسايمنت من هنا يلاقي البيبر ديدلاين الأسبوع الجاي. مأساة. خلص البيبر تلاقي ما شاء الله تبارك الله جروب بروجكت ما عملوش أي حاجة. كيف؟ تروح الكلاس تلاقي ميد ترم ريفيو. أنا صراحة أبو سمير تعبت. معلش يا غندور، إحنا أيوسينز بس رجالة قوي. قوي قوي. ده أنا أبو سمير من كتر التعب مش عارف حتى آكل، مش عارف أرفع عن نفسيتي. ما أنا واخد بالي. عاشي غندور، يلا. اهلا بكم في النشره الاخباريه للجامعه الامريكيه بالقاهره المنهوبه. بمناسبه ابو سمير المنهوبه، قال لي ايه اللي حصل للحاجات اللي اتسرقت؟ عوض على الله بقى يا غندور. عوض على الله ازاي يا ابو سمير؟ يعني احنا عربيات واتكلبشت وقلنا ماشي، بساط وبتتنيل ب60 نيله وقلنا مفيش مشاكل، محمود الفاتح بيشيل الليله، لكن توصل للسرقه احنا لا يمكن نسمح لحاجه زي كده. ابو سمير الطلاب بيسيبوا حاجتهم مكشوفه ليه؟ معرفش. انا عايز اسال سؤال، بيسيبوها ليه؟ معرفش. مش ممكن احنا نطالب هنا الطلاب ان هم يبتدوا ياخدوا بالهم من حاجتهم، يعني مش ممكن. اهم العناوين: الريجستريشن يدق الابواب، ريت اي يو سي بروفيسورز، بساط الدومز، الريجستريشن. فريش من ابو سمير يبقى داخل السبرينج كده متفائل، الدنيا ربيع والجو بديع. الدنيا ربيع والجو بديع، قفلني على كل المواد، قفل 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 قفل. فاكر انه هيدخل الكورسز بالسهل، ايزي جريدرز، يخش مع زمايله اللي بيحبهم، يظبط كلاسز ما بين 10 ل 3:30، وبيكون حاطط بلان واحده للسكادول، يشوف الكورسز اللي فيها وان سيت ريمينينج يقول بس ده المكان بتاعي. ننزل بقى على ارض الواقع، نلاحظ يا ابو سمير ان اللي بيحصل في مخيله هذا الفريشمان حماده، واللي بيحصل بجد عماده تاني خالص. تيجي يوم الريجستريشن تلاقي الاقبال على مكتب رباب تاريخي. الست دي بتتعب معانا، بتتعب معانا والله. ومعنا الان مراسلنا مع احد الفريشمان اللي خاض التجربه على ارض الواقع، ومعنا احد الضحايا ونقول لها احكي لنا ايه اللي حصل. انا دخلني سمستر ليا في الاي سي، كنت بعمل ريجستريشن. وعملت ايه؟ ولا حاجه، رتبت استديو الرجال، الكورسز اللي عايزاها، المواعيد اللي عايزاها، كنت فرحانه جدا والله. وبعدين ايه اللي حصل؟ الساعه حوالي الساعه 12، لا يا ربي الساعه 12 بالليل، لقيت ادوس انتر على البانر، لقيت كل الكورسز اللي عايزاها. طب انت متاكده ما عندكيش اي اعداء جوه الجامعه؟ اعداء؟ انا معرفش بستاف الجامعه كلها. وحاسه بايه بعد التجربه؟ مقهوره طبعا، مقهوره. وانا ايسين المفروض ان انا يتعمل فيا كده؟ انا بس نفسي حد يقول لي انا ذنبي ايه؟ ذنبي ايه؟ ذنبي ايه؟ واحنا من مكاننا ده بنضم صوتنا للفريشمان المقهور، ونحب ان حد من المسؤولين يطلع يقول لنا ذنبهم ايه؟ كانت معكم ريناد حسام من امام الاس اس اي، وننتقل دلوقتي لاستوديوهات جي ام اي. معاك الكاميرا يا غنم. لا حول ولا قوة إلا بالله. بصوا يا جماعة، احنا مش هنقول لكم ان المشكلة هتتحل، ولا هنقول لكم ان الموضوع هيبقى أسهل لما تبقوا سينيورز، بس اللي نقدر نقوله لكم ان الرياكشن بتاعكم يوم الريجستريشن هيكون عامل كده بالظبط. ولا أي ده. ريت أي شي بروفيسورز، فاعل خير جات له فكرة عبقرية. زي ما بيقولوا كده يا أبو سمير، الحاجة أم الاختراع. بعد الصحولة بتاعت الريجستريشن، صحولة، حب يفيد الـ AUC community ويفيد نفسه، فعمل جروب الجامعة كلها عليه. عايز تعرف أني بروفيسور تاخد معاه؟ تدخل عليه. عايز تعرف أني بروفيسور ما تلبش معاه؟ تسأل عليه. بس يا مسلمين، صراحة هذا الجروب تحول إلى ما نقدر إن احنا نوصفه بإنه 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 خلينا نشوف الفيديو. يا جماعة يا جماعة، الجروب ده مش معمول عشان تعرف منين في المعادي تشتري لاب كود بتاعك، ولا عشان تعرف محل دباديب فين، ولا عشان الكوميكس في بيج ثاني ليها، ولا عشان تعرف سجادة صلاة راحت فين، ولا عشان خواطر شاب طايش، ولا عشان همسات عتاب، ولا عشان يبقى زي جو بيسن، ولا عشان ميشو 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 معرفش، ولا عشان تحط الاسايمنت ونحلها لك، ولا عشان تحرر طلاب الجامعة ضد الجامعة الأمريكية. من الآخر يا جماعة، ريت AUC professors بقى جروب لكل حاجة ما عدا ريتنج AUC professors. قال لي يا غندور، هي ابتسام اشتريت الايفون 6 صحيح؟ لو انت ما عندكش خلفيه يا ابو سمير، ابتسام دخلت الدومز دلوقتي ما شاء الله تبارك الله، وعينك ما تشوف الا النور. ليه كده؟ والله يا ابو سمير، من ساعه ما دخلت وهي من الكلاس للاوضه ومن الاوضه للكلاس، شارع ال 90 ده ما بتشوفوش. الكلام ده من امتى؟ من ساعه ما بدات مشاكل البساط بتاعت الدومز. ايه ده، هم البساط بتاعت الدومز كمان فيها مشاكل؟ انت خلفيتك ضعيفه يا ابو سمير، هم ما عندهمش اساسا بساط.
بس هي الباصات اساسا من السيرفيسز اللي بيقدموها للطلبه بتاعت الدورمز. لا ما عندكش خلفيه ولا ايه؟ والله العظيم ما عندي خلفيه. ابسطها لك. في الاول عملوا مصاريف مختلفه للعيال بتاعت الدورمز. ام ايه العيال ما دفعتش طبعا اكيد. ام ايه غيروا المواعيد بتاعت الباصات وسط الاسبوع لغوهم، في الويك اند قللوهم. يعني ابتسام، انا بضم صوتي لابتسام ولبقيه الطلبه بتاعت الدورمز وبقول للاداره كفايه بقى كده كتير. تحت النشر فتكم بعافيه. ابو سمير انت لسه لابس البتاعه بتاعت الامبلويمنت فير؟ ايوه يا عم. اخبار الاكشن اللي خدناه من يونيليفر ايه؟ ما خدناهوش، انت خدته وانا رحت عند مارس. ابو سمير ايه اللي حقت ده؟ انا برضو جيت معاك عند مارس. لا بس انا خدت. بس يا جماعه احنا عايزين نخلص. سوري سوري. لايك وسبسكرايب. لايك انا سوري. لايك يور بيج وسبسكرايب على يوتيوب. ارفع كده يعني وارفع كده. ما خلاص يا حاج، ما خلاص يا بابا، ما انت عمال تاكل ايه في الصبح؟ جاي جاي عمال تاكل بيتزا بالصبح وقعدتش عمال بيكلمك. معلش. شكرا.